يعني اهني الجهه المنظمه يعني الجامعه وايضا جمعيه يعني سبور فور ديف للتنظيم المحكم لهذه التظاهره الرياضيه بامتياز، واللي من شانها ايضا انها تعرف يعني بالمدينه وبالمجهودات اللي كيتقاموا في المدينه وايضا بالمشاريع ديال التهيئه ديال مدينه اكادير. اذا هذه نقطه يعني أنا مهمه ونفتخر بها كلنا يعني كمجلس وكساكنه العموم. بالنسبه للمشاركه ديالي يعني في هذه التظاهره هي مشاركه رمزيه، ولكن الحمد لله يعني درت المضمار باكمله ولله الحمد. يعني هناك اطفال، شبان، شباب، شابات، يعني الاباء ايضا مع ولدهم، والتظاهره تنظن عندها اكثر من رمزيه. على اي الحمد لله يعني كلشي داز في واحد الجو يعني عائلي اسري، واللي نتمنى ان بحال التظاهرات هذه في رياضات اخرى ايضا يعني تعزز الرصيد ديال التظاهرات اللي كتضيف واحد النشاط للمجال الرياضي بالمدينه ديال اكادير. وشكرا. اليوم جيت شاركت في هذا السباق واللي كان لي الشرف انني نحتل على الرتبه الاولى في المدينه ديالي، وشرفت الناس ديال الساكنه ديال التشيره والوالدين ديالي والمدرب ديالي حبيب مغروس اللي كان وجه لي تحيه كبيره، لانه بالفضل ديالو والمجهودات اللي كنقوموا بها حصلنا على هذه الرتبه. وان شاء الله هذا السباق كان في اطار الاستعدادات اللي كنقوم بها لنهايه السنه ومشاركه بطولات العالم للالعاب الجامعيه هذه السنه بالصين. انا جد ممتنه وكنشكر الساكنه مدينه اكادير، اللجنه التقنيه والمنظمين كامل على هذا السباق كان في المستوى. وكما المعروف هذه النسخه الثانيه، وكنتمنوا ان النسخه الثالثه والرابعه واللي جايين يكونوا افضل وافضل. بالنسبه للمنافسه كانت منافسه قويه ما بين الدائات كيمثلوا مدن اخرى خارج مدينه اكادير، كانت منافسه قويه، ولكن استطعت انني نجري السباق من كيلومتر الخامس. داك الشيء ما جاش هكاك، جا عن جداره واستحقاق وتدريب اللي كنقوم بها. بالنسبه للمدار كان في المستوى انه كندوي بوكل ديال 5 كيلومتر في 5 كيلومتر، وبالنسبه لي انا كنشوف راسي الطاقه ديال لي بوكل كنعطي فيهم اكثر واكثر. كنمد النادي فاتحين زكانوفي، وكنتمي للاعداديات الحنصالي، كنبينو وجه التحيه للوالده تاعي. الرتبه اللي تحصلت عليها هي بروميان، كان سباق في من الديبار تاعو، كان الصراحه فيه شويه العراقيل، مي واجهنا داك الشيء وتكلاسينا دغيا مع العشرين الاوله، وواجهنا داك الشيء. المهم كان السباق في متناول المتوسط، وعجبني السباق الصراحه، وكنتناشط. كيلومتر جرينا 5، والكبار انا كنت منافس مع ديال 10 كيلومتر، لقيت منافسه معاهم حيت ما كنت بروميان وما لقيت مع نفس الطموما، وتكلاسيت في هذه المرتبه زوين. جيت اليوم باش نشارك في سباق 5 كيلومتر باكادير، احتليت المرتبة الأولى بجدارة واستحقاق، وكنشكر المدرب ديالي صاحبي مغروس على كاع المجهودات اللي كيدير معنا، وكاع يعني كنشكرو بزاف، وبلا بيرة ما كنت ندير والو. وكنشكر الوالدين ديالي على كاع المساعدة اللي قدموا ليا، وكنشكر يعني الطاقم التنظيمي اللي نظم هذا السباق، والمشاركه ديالي في هذا السباق كانت زوينه بزاف. حتى الباركور واخا يعني كان قاصح شويه، ولكن الحمد لله بفضل الله والتدريب راني استحقت المرتبه الاولى في المصغرات. الحمد لله السباق كان صعب، وخديت المنافسة من الأمطار الأخيرة وتمكن نفوز بالسباق رغم المطاف كان صعب وكانت المنافسة قوية. والحمد لله كنشكر المدرب ديالي رضوان وروار، وكنشكر والديا، وهذا الفوز كان هدي اللي كيعاونني من قريب ومن بعيد، وكنشكر المنظمين على حسن الاستقبال وحسن التنظيم. المنافسة كانت قوية، كانت من فرد الصدارة حتى الكيلومتر الأخير فينيش، كانت المنافسة قوية، كانين الدائين معروف فينا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. الحمد لله هذا السباق كندخلو في التجربه ديالي، والحمد لله وشكرا.